بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده ان شاء الله يا شباب هنتكلم على اروماتيك هيدروكربون شورت. فبالتالي انا لازم احدد شويه مين كومباوند بالنسبه للشورت دي. فمثلا واحد من المين كومباوند هو هيكون بالنسبه للبنزين، فهنختار البنزين الاروماتيك بنزين اللي هو C6H6 اللي هو الاروماتيك بنزين. مين تاني كمان هيبقى بالنسبة لي في التشارت دي؟ هلاقي كومباوند اللي هو التولوين، الميسايل بنزين أو التولوين، ميسايل بنزين أو التولوين. كمان هلاقي الفينول أو الكربوليك أسيد. فينول او كربوليك اسيد. تمام، هنقسم الشارت بتاعتنا بشكل كده اهو. هنعرف الاول البنزين بيجي منين، بعد كده الجزء ده هيبقى مخصوص بالبروبرتيز بتاعت البنزين، الجزء ده هيبقى بالبروبرتيز بتاعت الفينول، الجزء ده هيبقى بالبروبرتيز بتاعت التولوين، وكمان هنا هيكون عندي من الكومباوند برضو اللي هو البنزويك اسيد. فخلينا نكتبه كمان البنزويك اسيد. ادي بنزل رينج وفيها سي او او اتش بنزويك اسيد. تمام، تعالوا بقى نعمل ان شاء الله نبدأ ونشوف اصلا احنا بنعمل prepare للكينج بتاع الاروماتيك هيدروكربونز اللي هو البنزين بنحضره منين. قالك انا هنشوف الخطوات اللي انا هبدأ احضره منها. رقم واحد، خلينا نغير القلم باللون الاسود. طيب، اول حاجة من الصوديوم بنزويت. الصوديوم بنزويت دي كانت ليها قصة زمان لما احنا كنا بندرس بالعربي، فكانوا بيسموها بنت الزواج، كان المدرس بتاعنا يسميها بنت الزواج. طيب هنعرف ليه صوديوم، هو كان بالعربي كان يقولها بنت الذوات الصوديوم، هو كان بيقول كده، بس احنا بالنسبة لنا هيبقى صوديوم بونزويت. صوديوم بونزويت، الصوديوم بونزويت حضرتك هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها فراكشنال ديستليشن. يبقى لازم مهم قوي اعرف يا شباب اسم التفاعل ايه. يبقى ده اسمه فراكشنال ديستليشن. ايه شروط الفراكشنال ديستليشن؟ زيها لما كنت زي ما كنت بحضر البنزين، بفعلها مع الصوديوم هيروكسيد. ثواني كده تطلع، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى رياكت وذ صوديوم هيروكسيد ان ذا بريزنس اوف ذا كالسيوم اوكسايد، وحضرتك بتعمل هيتنج. طب الرياكشن ده هيطلع منه ايه بقى؟ بصوا بقى، ال Na تاخد ال Na هتبقى Na2، وال CO هتاخد كمان واحدة O يبقى CO2. يبقى هيخرج لي هنا لما تلاقي لي سهم عامل ماينس ده واحد من البرودكت، يطلع لك Na2 CO3 ويطلع لك البنزين. طيب، يبقى أول واحد بنحضر منه البنزين أحط له كده أهو، هكتب جنبها بالعربي كده بنت الذوات، مش لازم أكتب بالعربي. أوكي، طيب كان عندنا واحد في منهجنا عطشان اللي هو الكالسيوم كاربايد Ca C2. الكالسيوم كاربايد زمان في المناهج القديمة كانوا بيسموه الوايت كول، ده اسمه كالسيوم كاربايد، فحم الأبيض. الكالسيوم كاربايد ده تعمله دروبينج بتو دروبس اوف ووتر، فيحصل هنا ده اسمه دروبينج، بقطر له ميه. فيوم اللي يحصل يطلع لي سي اي الميه اتش او اتش، فالسي اي تاخد الاو اتش من الووتر، فيطلع لك سي اي او اتش او 2. وينزل لي مين بقى؟ ينزل لي سي 2
H2 ده مين ده؟ ده الأسيتيلين. ويطلع لي مين تاني كمان؟ طب ده الأسيتيلين ده كومن نيم، لكن أيوباك اسمه إيثاين. الإيثاين ده هعمل له تفاعل اسمه تراي بوليمرايزيشن، تراي بولي مارايزيشن. هاخد 3 مولكيول من الايثاين، يبقى انا الشرط بتاعي هنا 3C2H2. مهم قوي اعرف اسم التفاعل. طيب حضرتك تراي بوليمرايزيشن ده في وجود مين؟ الريد هوت نيكل تيوب. طيب ينتج عن كده ايه؟ يعني انت محتاج حراره هنا اهو، فيروح مديك مين؟ يديك البنزل. يبقى انت حضرت من العطشان ده رقم 2 البنزل، يبقى من صوديوم بنزويت بنت الزوات ومن العطشان. طيب كان من المدرس بتاعنا بيقول لنا رقم 3 اللي اسود المهبب مين هو؟ الكول. ماشي، الكول اللي هو ايه؟ فحم. طيب حضرتك هتعمل للكول، للفحم ده هتعمل حاجة اسمها destructive distillation. يعني ايه destructive distillation؟ يعني burn without air heating in absence of air. تحطه في تيوب مقفولة وتسخنه، فيروح طالع من الكول ده يطلع حاجة اسمها الكول تار، زيت الفحم. الكول تار ده هتروح مدخله حاجة اسمها فراكشنال ديستليشن، ده تقطير بيسموه ديستراكتيف ديستليشن. الحمد لله ديستراكتيف، كنت عطس بس ما جاتش العطش، العطس الحمد لله. ديستراكتيف ديستليشن يعني هيتنج ان ابسنس اوف اير، لكن التاني هقول فراكشنال ديستليشن، بجزأه. حضرتك لما تجزأه فيطلع لك ايه؟ يطلع لك لايت اويل، زيت خفيف كده، وكمان ميديوم اويل. الميديوم اويل ده هسخنه من 80 ل 82 ديجري سيليزيوس. حضرتك ده هنا بقى very important organic compound، الحته دي بيروحوا كاتبين عليه كده very important organic compound. ال very important organic compound ده هنعمله heating من 80 ل 82، حضرتك راح مديني مين؟ البيتز. طيب رقم 3 اهو اللي هو الكولتار، يبقى من صوديوم بنزويت كالسيوم كاربايد من الكولتار. حضرتك لازم تركز الخمس حاجات اللي بنحضر منهم البنزين، صوديوم بنزويت والكالسيوم كاربايد من الكولتار، بعد كده C6H14. ده مين ده؟ ده النورمال هيكسان، كان مدرس بتاعنا بيسميه طويل. نورمال هيكسان، نورمال هيكسان. حضرتك النورمال هيكسين كان المدرس بتاعنا بيسميه الطويل ليه؟ لانه CH3 CH2 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 CH3، كل دول متوصلين ببعض، فده النورمال هيكسين. النورمال هيكسين هعمله ريسايكليشنز، كاتاليتيك ريسايكليشنز، هعمل له حولقه ان انا اخليه يبقى شبه الحلقه. طيب حضرتك هتستخدم مين؟ هنا هحط البلاتينوم في وجود الهيت، يطلع لي طبعا الهيدروجين. حضرتك الهيدروجين كام؟ ده 14 خدته من 6، يبقى انا عندي 8، يبقى يطلع لي سبتراكت 4H2، ده 1 من البرودكت ويطلع لي البنزين. فاضل مين؟ فاضل واحد بعيد عنه شويه، مين هو؟ الفينول. الفينول كان المدرس بتاعنا يقول لك في زي كأن وسخ على فوق البنزين رينج، الوسخ ده اللي هو ايه؟ اللي هو الـ OH ده. طب احنا هنشيل الوسخ ده ازاي؟ هفعله في وجود الـ ZN، هعمل له heating. التفاعل ده يعمل ايه؟ reduction،
اسمه ريدكشن. ليه؟ لانك هتسحب الاكسجين يطلع لك زد دين ويطلع لك هنا ايه البنزين. طيب يبقى انا حضراتكم جبت البنزين من مين؟ ده خلينا نقول رقم 5 بالنسبه لنا، من الفينول اللي فوق راسه تراب اللي هو الاو اتش اللي فوق البنزين رينج، من الصوديوم بنزويت، من الكالسيوم كارباين، من الكولتار، وبالنورمال هيكسين. اوعى تنسى الست طرق او الخمس طرق دول لتحضير ان شاء الله البنزين او الاروماتيك بنزين. رقم 4 دي يعني خلي بالكم ما حدش يفتكرها 4 قبليها، لا ده رقم 4. تعالوا بقى حضراتكم البنزين نبدا نشوف البروبرتيز بتاعته او الرياكشنز اللي هيخش فيها البنزين. رياكشن كان رياكت وذ سبستيوشن اند اديشنز، لازم ابقى فاهم ان هو يقدر يتفاعل بالسبستيوشن والاديشن عشان عنده ايه؟ عنده بمنتهى البساطه الدبل بوندز اللي موجوده في الرينج. ثواني اعمل بوز وارجع تاني. طيب يا شباب تعالوا نشوف، نبدا بالرياكشنز بتاعت السبستيوشنز اللي بتحصل للبنزين. يعني انا مثلا لو جيت عملت رياكشن للبنزين نيتريشن، النيتريشن ده يعتبر سبستيوشن رياكشن. ده بيتم في وجود مين؟ في وجود 50 ديجري سيليجيس، ولازم شرط من الرياكشنز بتاعتي ان يكون عندي H2SO4. اشمعنى H2SO4؟ عشان يسحب الووتر، فهيطلع واحد من البرودكت هنا الووتر فيمنع الريفرس رياكشن. طبعا بيكون الكونك سلفوريك اسيد، والرياكشن ده اسمه ايه؟ اسمه سبستيوشن. سبستيوشن رياكشن على طول راح مديني مين؟ يديني النيترو بنزين. الناس عشان ترسم حلقه البنزين خلي بالكم برسمها ازاي. بصوا يا شباب برسم 8 11 7 كده معايا البنزين رينج. طيب هنا هي الكومباوند ده اسمه NO2، ده اسمه نيترو بنزين. نيترو والنيترو بنزين لو انا عملت له كلورينيشنز هالوجينيشن، يعني عملت له ادى كلورين جاز في وجود الايرن ككاتاليست الترا فايلت ريز، يديني بقى ايه؟ النيترو جروب دي بيدايركت ذا رينج او سبستيوشن ان ذا رينج تو ذا ميتا بوزيشن. يبقى انا الهيد بتاع الحاله هنا عندي النيترو، وروح داخل لي هنا الكلورين. طبعا هنا يحصل ايه؟ فاضل واحده كلورين كمان هتاخد الهيدروجين اللي موجوده هنا في الميتا بوزيشن، يبقى سبتراكت اتش سي ال. الكومباوند اللي طلع لي ده اسمه ايه؟ اسمه ميتا كلورو نيترو بنزين. ميتا كلورو نيترو بنزين، ميتا كلورو نيترو بنزين. طيب اعمل بوست ثواني. طيب هناخد كمان واحد من الرياكشنز بتاعت السبستيوشن يا شباب. لو انا عملت له سلفونيشن حطيت له H2SO4 كونك، طبعا الرياكشن ده اسمه ايه؟ اسمه سلفونيشن او سلفونيشن وده برضه سبستيوشن رياكشن. ايه اللي هيحصل لي بالظبط؟ هيروح مديني ايه؟ هيديني بنزين سلفونيك اسيد، ادي البنزين رينج، وهيخش عليها SO3H. خلي بالكم السلفوريك اسيد لما بيجي يتقسم بيتقسم بالمنظر ده HOSO3H. ال SO3H دي بتتحط في البنزين رينج ويسموها بنزين سلفونيك اسيد، وال OH دي بتاخد ال H في البوزيشن بتاع الرينج اللي هنا ال H اللي بتبقى فوق الهيد ويديني الووتر. يعني هنا هيديني بنزين سلفونيك اسيد، بنزين سلفونيك اسيد بلس الووتر، يبقى بنزين سلفونيك اسيد بلس الووتر. طيب فاضل كمان بالنسبه لي واحد من السبستيوشن رياكشنز، هفعل البنزين رينج مع الكلورين في وجود مين؟ في وجود الايرن ترايكلورايد ككاتاليست، وايه كمان موجود معايا؟ وجود اليوفي. دي الشروط بتاعي. يبقى انا اللي هفعله هفعله مع الكلورين، ده سبستيوشن برضه، سبستيوشن رياكشن. يديني كلورو بنزين، يديني كلورو بنزين. انا دي استعجلت عشان اوصل للفينول، لا هو يديني كلورو بنزين. كلورو
بنزين. نكمل بقى الرياكشنز بتاعت الكلوروبنزين. يعني انا عملت النيتريشن للكلوروبنزين. خلي بالك لما تحط نيتريك اسيد يا شباب لازم يكون موجود H2SO4 ويكون كونك عشان يسحب الووتر. طيب انا هاخد تو جروب من الكلوروبنزين، يعني الكلوروبنزين اللي هيكون موجود معايا هيكون منه تو جروب. ليه بقى؟ لان الكلوروبنزين ده بيدايركت دي رينج توارد دي اورسو اند بارا بوزيشن، فيطلع لك ايه بقى؟ يطلع لك ادي البنزين رينج كلورين، ويخش لك في الوضع بارا يطلع لك نايترو، ويخش لك ادي البنزين رينج وادي كلورين، ويخش لك في الوضع اورسو، ويخش لك ايه بقى؟ يطلع لك كمان ووتر مولكيولز. يطلع لك ايه؟ خلي بالك انت هتاخد هنا 3 مولكيولز من النيترو ماشي، فيطلع لك ايه بقى؟ يطلع لك اورسو وبارا نيترو، يطلع لك ادي ووتر مولكيولز اللي خرجت من هنا. طيب خلينا نوزنها بقى بشكل منضبط. انا معايا 2 بنزين رينج، انا هاخد هنا 2 مولكيول من النيتريك اسيد، فيطلع لي 2 ووتر مولكيول. وبمنتهى البساطة لقينا النيتريك اسيد ده بيتقسم ازاي يا شباب؟ بيتقسم ل HONO2. لما انا اخد منه 2 جروبس يبقى انا عندي 2H و2 H، H هتطلع من الحلقة من هنا و H هتطلع من الحلقة هنا، يبقى يطلع لك اورسو وبارا نيترو كلوروبنزين، خليط طبعا. ده يبقى اسمه بارا نيترو، بارا كلورو نيترو بنزين، واورسو نيترو كلورو بنزين. طيب خلينا انا برضو انا مش عاوز اسيبهم، انا عاوز اكتبهم كلهم. يبقى ده هنا اهو هيكون اسمه ايه؟ اورسو نيترو كلورو بنزين، وده اسمه بارا نيترو كلورو بنزين. طيب انا دلوقتي خلصت الرياكشنز بتاعت البنزين، يبقى انت عندك ثلاثة سبستوشن رياكشنز، اللي هو السلفونيشن بتاعت البنزين يديني بنزين سلفونيك اسيد، النيتريشن يديني نيترو بنزين، وكمان عندك الكلورنيشن يديني كلورو بنزين، وكملت الرياكشنز بتاعتي. تعالوا نشوف الاديشنز بتاعتنا بقى. الاديشنز بتاعتي عندي الهيدروجين وعندي كلورينيشنز، عندي هالوجينيشن برضه. لو انا عملت اد 3 هيدروجين مولكيول هيدروجينيشن اديشن، ذا اديشن رياكشن، وده اسمه هالوجينيشن. طبعا في وجود الكاتاليست هيكون النيكل او البلاتينوم مع وجود الهيت. ده راح مديك يا حضراتكم، يديك بنزين رينج من فاض من جوه فاضيه، ايه؟ يديك سايكلوهيكسين C6H6، او هنا هيبقى C6H12 لان كله هيبقى من جوه مفرغ. ده اسمه سايكلوهيكسين. طيب لو انا عملت اديشن، يعني انا عملت له كلورينيشن هالوجينيشن اديشن رياكشن، بس هنا في وجود الدايركت سان لايت، يطلع لي مبيد حشري، يطلع لي الجاميكسين C6H6Cl6 اللي هو عبارة عن بيبقى بالمنظر ده كده اهو، كلورين 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 وكلورين. الباي بوندز هنا اهو بتتكسر يا شباب. هنا الجامكسين حط هنا اهو، البنزين موجوده، البوندز زي موجوده. فعاد في بعض الكتب او في كتاب المدرسه تلاقي حطيت لك الهيدروجين، ما الهيدروجين هنا اساسي يبقى موجود، يعني هنا موجود الهيدروجين، هنا موجود الهيدروجين، هنا موجود الهيدروجين، هنا موجود الهيدروجين، هنا موجود الهيدروجين. هيكسا كلوروبنزين او الجامكسين، هيكسا كلوروبنزين وده مبيد حشري، هيكسا
كلورو بنزين جاميكسين، الاسم التجاري بتاعه جاميكسين. طيب احنا كده اتكلمنا على البروبرتيز الخاصه بالنسبه للبنزين. في حاجه اوعى تنسى بقى، خلينا نخش ناحيه الاوضه بتاعه الفينول. اوعى تنسى الكلوروبنزين ده لما احطه مع الصوديوم هيدروكسيد بس في وجود 300 ديجري سيليزيوس، وكمان في وجود ايه كمان؟ في وجود 300 اتموسفيريك بريشر. تمام؟ ثواني يا شباب اعمل بوز. اوعى تنسى يا شباب هنا تفاعله مع الصوديوم هيدروكسيد، اوعى تنسى المعادله دي بتاعت 300 300، عارفين زي 300 سبارتس كده، هي دي 300 بتاعتنا. انت في وجود 300 ديجري سيليزيوس مع الصوديوم هيدروكسيد يطلع لك ايه؟ الان ايه تاخد السي ال ويطلع لك ايه؟ البنزل رينج يطلع لها الويتش. يبقى انت ممكن من خلال اللي احنا شفناه ده كده اهو، انا ممكن اجيب من الفينول انا اودي البنزل ومن البنزل ارجع تاني للفينول. طيب تعالوا نشوف البروبرتيز من البنزل. واحده فيهم ان البنزل، قصدي البروبرتيز بتاعت الفينول او الكربونيك اسيد، كربونيك اسيد واحده منهم او اتنين منهم ديتكشن، وواحده منهم ان هو طفس. يعني ايه ديتكشن؟ يعني لو حضرتك حطيت عاوز تعمل ديتكشن الفينول هتحط عليه ايرن تراي كلورايد، فيروح مديك ايه؟ يديك فايلوت كلر. الفايلوت ايه؟ كلر بروديوس. وفي اللحظه دي انا بعمل ديتكشن على الفينول. طيب افرض حضرتك حطيت عليه البرومين ووتر، البرومين ووتر، يعني حطيت عليه بي ار 2 سولوشن، ايه اللي يحصل بقى؟ يديك وايت بي بي تي. تمام؟ طيب نكمل بقى. واحد من البروبرتيز بتاعته قلت لك ان هو طفس. هنلاقي في المنهج بتاعنا ثلاثة تفصيل، واحد منهم الفينول، واحد التولوين، واحد اسمه ايه؟ الجليسر. هعمل بوز وارجع تاني يا شباب لغايه ما الصوت اللي في الخلفيه ده يختفي. طيب فاضل فور بروبرتيز بالنسبه للفينول. خليكم فاكرين زي ما قلت هو طفس وهو اسيد، فهنستعمل ستريس على الحاجات دي. فالطفس يتنيتر بالثلاثة، خليكم فاكرينها كده. هحط له 3 جروب من النيتريك اسيد 3HNO3. ده يتعمل ازاي يا شباب؟ 3HONO2. يبقى على طول اللي يحصل بقى ايه؟ لازم يكون موجود معايا السلفوريك اسيد ويكون كونك. البروسيس ده طبعا بيكون فيه هيتنج. ليه بقى؟ عشان حضرتك تسحب الووتر مولكيول اللي هتخرج، فيروح طالع لك بالمنظر ده. حضرتك يطلع لك اخينا ده التي ان تي سي اتش 3 ان او 2 ان او 2 او 2 ان، عشان ابين ان البوند هنا ما بين الكربون والنيتروجين. ده حضراتكم ده مين ده؟ ده 2 4 و6 تراي نيترو تولويد، 2 4 6 تراي نيترو فينول مش تولوين، عشان التولوين هيكون نفس القصة. فينول ده مين ده حضراتكم؟ ده اسمه البيكريك اسيد مش التولوين. التولوين ليه نفس القصة بس هنعملها فوق، ده اسمه البيكريك اسيد. وانتوا عارفين ان البيكريك اسيد بنستخدمه فين؟ تريتمنت بتاعت الايه؟ تريتمنت بتاعت البيرنز بالنسبة للحروق. طبعا كمان يطلع لي ايه بقى؟ ويطلع لي طبعا يطلع لي 3 ووتر مولكيول. طيب من ضمن الرياكشن تاني حضرتك هتفعله مع ايه؟ قال لك انا عملت له نيتريشن، طب هفعله مع الهالوجين اسيدز، هشوف الاسيديتي بتاعته. لو انا حطيت له اتش سي ال هالوجين اسيد الهيدروجين كلورايد، طبعا هيحصل ايه؟ هيحصلش حاجه اصلا، نو رياكشن. ليه بقى؟ عشان ديو تو strong attraction force between benzene ring
and the hydroxyl group. البنزل رينج هنا شباب بيسموها اتراكتيف فور ذا الكترونز. يعني خلينا اشرح الامر ده شويه باستفاضه. ادي هنا اهو، ادي البنزل رينج وادي الاكسجين. فايه اللي بيحصل؟ البنزل رينج بتشد الالكترون من الاكسجين، فبتخلي البوند ما بين الاكسجين والبنزل رينج قصيره. خلاص، فبيبدا ايه اللي يحصل؟ البنزل رينج بتاخد نيجاتيف تشارج والاكسجين بياخد ايه؟ بوست تشارج. في اللحظه دي البوند دي عموما بتبقى قصيره، صعب ان هي ايه تتكسر، فبالتالي هو ما يتفاعلش مع الهالوجين اسيد للسبب ده. طيب هل هو ليه اسيديتي؟ اه طبعا، ده اسمه كاربوليك اسيد. في اللحظه اللي انا قلت عليها ان هو مطول او مقصر البوند ما بينه وما بين الاكسجين، في نفس الوقت البوند بين الاو والاتش بقت طويله، فسهل ان هي تتكسر، فعشان كده ليه بمنتهى البساطه اسيديك بروبرتي. خلي بالكم على عكس الالكحول، الفينول يقدر يتفاعل مع حاجتين، يقدر يتفاعل مع الصوديوم ويتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد. طيب انا لو فعلته مع الصوديوم هيدروكسيد يبقى مع الهالوجين اسيد نو رياكشن. طيب لو انا عملت له رياكشن مع الصوديوم هيدروكسيد فيروح مديك ايه بقى؟ يروح مديك المركب ده صوديوم فينوكسيد او ان اي، ده اسمه ايه؟ اسمه صوديوم فينوكسيد، طبعا مع بلس ذا ووتر. طبعا صوديوم فينوكسيد. طيب لو انا فعلته مع الصوديوم ما هو برضه نفس القصه، هيروح مطلع لي صوديوم فينوكسيد بس هنا مع الهيدروجين، هيدروجين جاز يخرج صوديوم فينوكسيد. طيب احنا كده خلصنا البروبرتيز بتاعت الفينول. نيجي على التولوين. التولوين جه منين يا شباب؟ التولوين ان اتعمل حاجه اسمها الكايليشن او فيدل كرافت رياكشن. هتفعله مع الالومنيوم كلورايد؟ لا، هفعله مع الميثايل كلورايد CH3 بنزل رينج، هفعلها مع الميثايل كلورايد في وجود الالومنيوم كلورايد اللي هو انهيدروس. انهيدروس في وجود طبعا الهيتنج بروسيس. دي اسمها ايه البروسيس دي؟ اسمها الكايليشن. الكايليشن يعني بدخل الكايل جروب على البنزل رينج. فيوم اللي يحصل البنزل رينج تخش هنا والاتش اللي موجود على البنزل رينج تروح مع الكلورين، يبقى هنا يطلع لي سبتراكت اتش سي ال. التولوين الميثايل تولوين، التولوين زي ما اتفقت معاكم من ضمن البروبرتيز بتاعته طفس ايه؟ يتنيتر بالثلاثه. فخليني اعمل نفس التفاعل بتاع النيتريشن هنا 3HONO2. هنا بقى يطلع لك التي ان تي اللي انا كنت بتكلم عليه. ادي البنزل رينج، اوعى تنسى لازم يكون في وجود الكونت سلفوريك اسيد عشان يسحب الووتر اللي هتخرج. طبعا هيطلع لي 3 ووتر مالكيول ويطلع لي ادي CH3NO2 O2N عشان البوند ما بين النيتروجين كربون وNO2. ده التي ان تي تراي نيترو تولوين. والبولي نيترو كومباوند سواء التي ان تي او البيكريك اسيد او تراي نيترو جلوسرو دي اكسبوشن ماتيريال. طيب حضرتك دلوقتي لو انا فعلته مع الكلورين هيحصل سبستوشن رياكشنز. وخلي بالك التولوين بيوجه للتو بوزيشن، طبعا لازم يكون هنا في كاتاليست الايرن في وجود الالترا فايلت. هنا يروح مديني ميكتشر، لازم اخد تو بنزل رينج. خلي بالكم يعني انا هاخد تو تولوين مولكيول، يروح طالع لي ايه بقى؟ ادي كلورين يطلع لي اورسو كلورو تولوين ويطلع لي بارا كلورو تولوين وتو ووتر ايه مولكيول او تو قصدي تو اتش سي ال. يبقى انا هاخد تو مولكيول من السي ال 2 واخد تو مولكيول من التولوين يروح مديني يديني اورسو وبارا كلوروتولوين ميكتشر. ده اسمه اورسو كلورو تولوين وهنا بارا كلورو تولوين. طيب
فاضل لنا من الرياكشن بالنسبة للتولوين؟ هعمله سلفونيشن ونفس القصة برضه، التولوين بتوجه H2SO4 بتوجه للوضع أورسو، يديني ميكتشر طبعا SO3H وادي التولوين، يبقى أورسو سلفونيك تولوين ويديني بارا سلفونيك تولوين، ادي الـ CH3 لأن الـ CH3 هي صاحبة حلقة SO3H بلس طبعا 2 ووتر مولكيول. طيب البنزوبيك أسيد ده يا شباب، تعالوا نعمل لنا زي كأني هعمل استريفيكيشن رياكشن، مش ده أسيد؟ يا عم أسيد. لو أنا جيت ورحت حاطط له مباشرة كده C2H5OH ايه اللي يحصل؟ هيديني استر. يديني استر ازاي؟ بصوا يا شباب، يطلع لي ووتر مولكيول زي ما احنا عارفين ان الاسيد بيشارك بيتش والبيز بيشارك بويتش. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، امال ايه اللي هيحصل؟ الاسيد هنا، خلينا ارجعها للون الاحمر، الاسيد هنا هيشارك بالويتش والالكحول يشارك بالاتش بس. يلا تعالوا نركب كده، فيروح مديني ايه بقى؟ يروح مديني بنزين رينج. عليه ايه حضراتكم؟ عليها السي او اللي كانت موجوده، ادي السي او. وصل بقى حضرتك بعديها فاضل مين؟ فاضل لي او سي 2 اتش 5، ادي او او سي 2 اتش 5. هجيب الاستر دايما من الديل، هات تجيب اسمه من الديل، ده اسمه ايثايل. والبنزل رينج وفيها سي او او دي اسمها بونزويت، ايثايل بونزويت استر. طب الايثايل بونزويت ده هنعمل له هيدروليسيس. ايه هيدروليسيس؟ الهيدروليسيس لا اما بيكون بالان اتش 3 بالامونيا او بيكون بالصوديوم هيدروكسيد او البوتاسيوم هيدروكسيد او الووتر. في كل مره رجع لي الالكحول. ايه؟ في كل مره رجع لي الالكحول. فين الالكحول؟ اهو يطلع لك C2H5OH C2H5OH. طب ده يتقسم ليه؟ ل H و NH2. ال H هنا خدت ال C2H5O وطلعت لي الالكحول ايثايل الكحول اللي هو الايثانول بلس بنزين رينج، لسه فاضل عليها ال CO تاخد ال NH2. ده اسمه ايه حضراتكم؟ اسمه بنزامايت. طب وهنا اهو هرجع تاني واروح مطلع رجع الكربوكسيليك اسيد ال ان اي. خلي بالكم ادي الاتش خدت السي 2 اتش 5 او، الاتش دي خدت السي 2 اتش 5 او، فاضل لي مين حضراتكم؟ فاضل لي بمنتهى البساطه ان اي من هنا اهو ال ان اي او، فيطلع لي كده هو المنظر ده COONE. ده مين ده؟ ده الصوديوم بنزويت. الصوديوم بنزويت انا ممكن اجيبه من نفس القصة ازاي حضراتكم؟ تعالوا نشوف كده، ده اسمها صوديوم بنزويت. البنزويك اسيد فعله مع ال NaOH الرياكشن ده اسمه ايه؟ اسمه دراي ديستليشن، تطهير جاف، دراي ديستليشن. في الدراي ديستليشن يديني الصوديوم بونزويت. الصوديوم بونزويت لان ايه طبعا، ولازم هيخرج ايه؟ هيخرج لي ووتر مولكيول. كده يا شباب لله الحمد لله لما نكون نهينا للشارت بتاعتنا، ان شاء الله هتتسيف وتنزل على الشانل. اشوف حضراتكم على كل خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.